الله على ريحه رمضان شحال غزاله. ثقوا بيا كيف قلت لكم ما كنبقاش نعاود الهضره بزاف، ولكن راه فيها واحد الطيبه وواحد الريحه عاطيه منها. بسم الله. يا سلام، غير اللي ما بغاتش يمتع راسو. في الحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا واحد الشوربه كتعجبني بزاف بزاف. هي كتشبه الحريره ولكن ما فيهاش القوام كله ديال الحريره، كتجي اقتصاديه صحيه وبنينه بزاف. وفي المقادير ديالها غادي نحتاجوا نص ديال البصله والبرو، وهاد المطيشه انا ملي تقديت لقيت هاد المطيشه هادي صغيره ورخيصه في الثمن ديالها. راه ما نقدرش نقول لكم البنه اللي كاينه، لو كونسونطري ديال هاد لا طوماط اوليفيت ولا حنا كنقولوا لها بزوره العوده، شحال بنينه بزاف. وملي كنلقاها كنشري منها بكميه زائده، كنطحنها ونخليها عندي، ولكن هذه خليتها طريه. غادي نحتاجوا الضامه ديال البنه، غنحتاجوا زيت العود، هنا عندي النشا بالحقيقه ما نستعملهاش حتى طيب الشوربه ونشوف الا ما جاتنيش عاقده كيف بغيت، عاد غادي نزيد ليها النشا مع شويه الماء. هنا خديت الوقت شي ساعة دابا وغسلت مزيان 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 هاد الشعير، هو باش غادي ندورها ملي غيطيبوا ليا المكونات كاملين حتى الاخر. هذا عاد غنديرو. وهنا عندي كرافس بلدي وعندي القزبر ومعدنوس، وغندوزو نشوفوا طريقة التحضير. طريقة التحضير، غادي ناخذ البصلة هي الأولى نقيها، غندير البصله والبرو هما الاولين، غنديرهم ديريكتومون في الطنجره اللي غنطيب فيها هذه الشوربه. هذه الشوربه باش قلت لكم زوينه، ما كتحتاجي لا تقليها ما كنحزروهاش بزاف، غير كتهلاو فيها في القامه ديالها وكتطلع. دابا غادي نطحن المطيشه. دابا بقى لي غير القزبر والمعدنوس، غنقسمو غير على جوج ونديرو في حيط الروبو تبارك الله. صحيح دغيا كيطحن كلشي هذا الكرافس البلدي. ندير ليه شويه الماء باش نعاونو. دابا وجد، نزيدو حتى هو هنايا، انا نخلي واحد شويه ما غنستعملوش دابا حتى نبغي ندورها ونزيدو باش نصحح لها الذوق ديالو. دابا غادي ندوزو نشوفو تتمه المقادير. غادي قلت لكم غندير الضامه ديال البنه، اللي بغى ما يديرش الضامه ما يديرهاش، يعني كل واحد والاختيار ديالو. هاد الشوربه ما كنديروش فيها السمن، انا كندير فيها زيت العود. دابا غنشوفوا المقادير اللي غنديروا ديال الاقامه. غندير في الاول واحد نص معلقه ديال البزار، ملحه غير شويه، واخا دايره الضامه غنزيد شويه لان فيها تلخر، نعاود نصحح الذوق. معلقه كبيره ديال الفلفل الاحمر. دابا غادي نزيد الماء اللي غادي يطيب ليا فيه الشوربه ونحركها غير تطلع الغليه ونعاود نرجع معاكم. بعد ما خليت الشوربه كطيب ها هي قربت توجد، ودابا غندوزو نكملو التحضير النهائي ديالها. بمعنى غادي ناخذ هذا الشعير اللي وريتكم في الاول، ياك كنظن جاني كثير، كانت عيني كبيره بزاف، ما غنديروش كله، غادي نزيدو هنايا. غندير ثلاثه المعالق في الاول كبارين تنشوف عيني ميزاني، غادي نحرك عليها. عرفتي الريحه ديال داك الكرافس مع القزبر ومعدنوس طري، مطيشه طريه، كلشي طري. يا سلام، غير اللي ما بغاش يمتع راسو. هاد المرحله بالذات غنزيد فيها الربيع اللي خليت الاولاني باش يعاود يطيب معاها، ونعاودو نتلاقاو ندير بعد الربيع وغادي نعاودو نتلاقاو باش نشوفو التقديم النهائي ديالها. الله على ريحه رمضان شحال غزاله.
ثقوا بيا كيف قلت لكم ما كنبقاش نعاود الهضره بزاف، ولكن راه فيها واحد الطيبه وواحد الريحه عاطيه منها. بسم الله. يا سلام، غير اللي ما بغاتش يمتع راسو. بصحه وراحه، الحلقه المقبله ان شاء الله. باي باي.